السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متتبعي قناتي، ان شاء الله تكون الف صحة وعافية. ان شاء الله اليوم واحد الفيديو عندنا خفيف ظريف، اللي هي عبارة على تحلية او واحد لاموس دنوع كوكو، اللي هي خفيفة ظريفة. ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. الا كنت اول مره كتشوفوا القناه ولا كتزوروا القناه، ما تبخلوش عليا بالاشتراك تاعكم ولا التعليق ديالكم، وندوزوا ان شاء الله للطريقه والتحضير ديال هاد التحليه مرحله بمرحله، وندوزوا المكونات ان شاء الله. المكونات غادي نحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، عندي 100 غرام ديال الكوك او المواد كوكو، وعندي 60 غرام ديال السكر الاسمر، ممكن نعوضوه بالسكر الخشن او السكر السنيدة، عندي جوج اوراق ديال الجيلاتين، ممكن اللي كيستعمل جيلاتين بودر يستعملو ولا جيلاتين العادي يكون نباتي. عندي هنايا هاد لي بيبي دو شوكولا البيضين، غادي نستعملهم كتزيين فقط، يعني ممكن نستغنوا عليهم. عندي حامضه اللي غناخذ القشره ديالها، وعندي سكر منكه بالفاني او الفانيليا. عندي هنايا 50 ملي او الرابعه ديال لاكريم فريش او الكريمه السائله ديال الحلويات، اللي هي اللي غادي نطلعوها كموس. غادي نبداو على بركه الله. اول مرحله غادي ناخذ الحليب، غادي نديرو هو والكوك والسكر الاسمر، غادي نديهم فوق النار. انا كنحرك والحليب تيفيض، كيفيض مع داك الكوك تيطلق ديك النسمه ديالو والسكر تيذوب. والغايه من هاد المرحله ان هو الحليب كيكون منكه تماما بالكوك، يعني كيكون حليب الكوك. فانا كنحرك والحليب هو تيفيض، وانا تنحرك يعني كنتسنى عليه حتى المرحله ديال الغليان، يعني حتى كيفيض لينا الحليب وانا تنحرك. فنحركو من القاع باش ما كيلصقش لينا السكر. فهاد المرحله هي الاساسيه في هاد التحليه كلها، يعني الغايه من هاد المرحله ان الحليب كيتنكه لينا تماما بالكوك. غادي ندوزو، غادي ناخذ هذاك الحليب اللي انا قلت لكم المرحله اللي درنا ليها، غادي ناخذ واحد الصفايه، غادي نبدا نهز الكوك والحليب، وغادي نبدا نصفي، كنضغط باش كيهبط لي داك الحليب المنكه بالكوك، والكوك كنستغنى عليه تماما. ممكن انني نزين به في قاع اللي طاس هكا او لا التحليه ممكن، او لا ممكن نخليه جانبا ونعاود نستعمله في واحد التحليه واحده اخرى او لا كاطو واحد اخر، حيتاش كيكون كوك عادي، غير انا حيت انا بغيت غير النسمه ديالو. فكيف قلت لكم ممكن نخليه ونذوقوا به التحليه ديالنا، اللي ما لا ما نضيعوش. فمنين كنصفي هذاك الحليب كله تماما، يعني كناخذ هذاك المركز ديال الكوك، فمن الاحسن يكون داك الكوك اللي كيكون دهني اللي كيكون مزيت، فما ما كاينش مطفوش عندي هذاك، ما تياخذش واحد الكميه كثيره ديال الحليب، فكيعطينا عطينا نصف لتر. اما الا كان داك الجاف فهو كياخذ شويه، يعني تيشرب، فهو كيكون بحد ذاته ناشف، فاللي درنا ليه كيشربوا، ولكن رغم ذلك غادي نصفيوه مزيان حتى كيهبط لينا ديك الكميه كلها اللي درنا، يعني نصف لتر كله حنا محتاجينه في هذا. اللي بغات تخرج لها اكثر كميه ممكن انها تضعف المكونات، فهاد التحليه غادي تخرج لنا تقريبا 5 الكاسات حتى 6. صافي، خديت جوج اوراق ديال الجيلاتين ذوبتهم في الماء، غادي نعصرهم ونديرهم في هذاك الحليب اللي قلنا باقي دافي، يعني حيت عرفنا ان كنا فوق النار وانه غليان، يعني باقي دافي، غادي نلوح فيه هذوك اوراق الجيلاتين. غادي ندير ليه واحد سكر فانيليا او لا سكر منكه بالفاني، وغادي نحرك مزيان حتى كيذوب الجيلاتين تماما. فهذا على جانب. غادي نمشيو نضربو لاكريم.
لا كريم فريش طلعت على واحد الفيتاس اللي هو موين، ما كنسرعوش الفيتاس في التضراب ديالها، باش هكا كتجينا مزيانه. وهي كانت بارده، وهذا البول اولا هذا الاناء فاش ضربت حتى هو كان بارد في الكونجيلاتور، وحتى هادو ديال الضراب تاعهم كانوا باردين. هكا كطلعنا لا كريم دغيا، وكتجينا القوام اللي حنا باغينو 5 دقائق، وتنحبس عليها. اللي ما كانش عندها هاد لا كريم توجه ممكن تستعمل لا كريم شونتيه غبره لي مولتين. صافي غادي ننزل هذاك الحليب اللي منكه بالكوك والفاني ودوك اوراق الجيلاتين تاعهم دايبين فيه، غادي نبقى نكب فوق هذيك لا كريم وانا تندخل اولا لا موز. كنحاول انني كندخل ديك الكميه ديال الحليب، يعني كان كيف كتشوفوا لا كريم من هنا حتى حاجه، يعني كلشي اللي باش غنكواه هو اللي كاين في الحليب. صافي تنبدا كنحرك 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 حتى كندخل هذيك الكميه كلها ديال الحليب، وكيجيني واحد القوام اللي هو يا كيجيني واحد القوام اللي هو بحال عموس يعني. ف صافي كنتوقفوا على تحرك تاع ملي كان ما كنحاولوش ان نضربوا بها بزاف باش ما كطيحش لينا. وانا وجدت الكيسان فاش غادي نحط هذيك التحليه، وجدتهم وجبت هنايا هذاك الكوك اللي قلت لكم ما غاديش يضيع حتى هو. غادي نزين به ولبن دو شوكولا والقشره ديال الحامض هي غنزين بها. كنحاول انني ندير كيسان ديال التحليات اولا ديال الفاش مولفين كنقدموا تحليات. غادي ناخد وغادي ندير واحد شويه ديال لاموس من بيتو ديرو. انا غادي نجرب غير شي جوج ولا ثلاثه من الكوك، غير ما بغيتوش يطيح. غادي ندير وحدين من الكوك، غادي ندير وحدين من بسكوي صابلي ديال الكوك اللي معروف اللي تنديرو هكذا. غادي نديرو في قاعده، وغادي ندير لاموس، وغادي نديرو عاود عاد ندير لاموس، عاد نعاود نزين من الفوق. فالتزيين كيبقى اختياري. دابا انا غادي نديرها بالكوك، ما بغيتش هذا الكوك يطيح، ولكن غندير شي وحدين بالبسكوي. فغادي نديرو شويه ديال لاموس، وندير واحد الطبقه من هذا الكوك، غادي ندير طبقه من لاموس، غادي ندير حتى هو شويه عاود الكوك من في الواجهه باش نبينو ان التحليه من الكوك. وغادي نزين بقشره ديال الحامض، اختاريت انا هذا الحامض اللي كيكون خضر، فصراحه كتعجبني ديك الريحه ديالو ديك الطيبه ديالو على الحامض الاخر اللي كيكون شويه ميل الصفوريه. صافي نزين بهذوك لي بيبي دو شوكولا. فانا كيف قلت لكم النصف غنديرو هكذا، والنصف غنديرو واحد النصف غادي نزينوه بالبسكوي، رغم ان الكميه كانت قليله، ولكن انما الا كنا بغينا نضبطو الكميه فما علينا الا نضاعفو المقادير. صافي انا غادي نكمل بهاد الطريقه كلها. فكتشوفوا داك القشره ديال الحامض فهي تتكسر داك اللون ديال البياض. فداك الشيء علاش قلت لكم ما نتقيدوش بهذا التزيين، ممكن نزينو بلي بهذا فرومواز فريز لي سوريز اي حاجه لي فروي، بحال مثلا نحطو في القاعده الفريز ونديرو عاوتاني لاموس ونديرو طبقه ديال الفريز، بينا نعسلوهم شويه السكر والزبده، بغينا نحطوهم طريين. فالسيده فكتفنن في الطريقه ديال التقديم او الطريقه ديال التزيين، فما عليها غير تتبع هاد المراحل كلهم، والطريقه راه باينه ديال التزيين. كيف قلت لكم ما كنتقيدوش بنفس الحاجه اللي انا تنحط. فمع دابا الموسم ديال الفريز ما شاء الله ممكن اننا نزينو. فالتحليه ديالنا ها هي وجدات، كيف كتشوفوا كتجي رائعه. تنيت عليها واحد 3 ديال السوايع في الثلاجه، كنتو زربانين عليها كديروها نغطوها بشويه نغطوها بفيلم المونتا وندخلوها على الثلاجه الفريغو الفوق، ونتسناو عليها غير واحد ساعه 3 ساعة ونص هي واجده. فكنتمنى على فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، واللي لايك اللي عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وشاركوا في القناه. نتلقى في فيديو جديد ان شاء الله، وبالصحة والراحة، دمتم في رعاية الله.